حوالي سنة 5 اللي أنا بعتبرهم من الناس المحظوظين بصراحة. قبل ما نتكلم ما ننساش الأول نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. طبعا احنا كل اللي بنقوله بنعيده ونزيده تاني مع بعض. طيب أخدنا برضو قبل كده في الدروس اللي فاتت إن النبات بيعمل عملية بناء ضوئي عشان يحصل على الأكل بتاعه وبالتالي يحصل على الطاقة. طب الإنسان بيجيب الطاقة بتاعته منين هو كمان؟ الإنسان بيحصل على الطاقة بتاعته من الغذاء المهضوم، زي ما النبات بيحصل على الطاقة بتاعته من الجلوكوز اللي بيعمله خلال عملية البناء الضوئي. زي ما بنحتاج للغذاء بنحتاج كمان للهواء. فبالنسبة للإنسان بياخد الأكسجين عن طريق عملية التنفس، إن الأكسجين ده بيدخل عن طريق الأنف وبعد كده بيروح عند الرئتين، والنبات بيدخل الهواء عن طريق فتحات قلنا موجودة عنده اسمها الصغور، دي بيدخل له فيها ثاني أكسيد الكربون علشان يعمل بيها بناء ضوئي وبعد كده يخرج منها الأكسجين الناتج عن البناء الضوئي. طيب الأكل بقى والمية والعناصر الغذائية بتتنقل في النبات إزاي؟ بتتنقل عن طريق نظام اسمه نظام النقل في النبات. نظام النقل في النبات ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة من الأنابيب بتنقل المية والعناصر الغذائية والجلوكوز في اتجاه واحد فقط ما بين أجزاء النبات. طب هل اللي بينقل المية والعناصر الغذائية هو نفسه اللي بينقل الجلوكوز؟ جهاز النقل في النبات بيتكون من جزئين، الجزء الأولاني اسمه أوعية الخشب، وأوعية الخشب دي بتنقل المية والعناصر الغذائية من الجذور لباقي أجزاء النبات، تاخده من تحت لحد فوق لحد ما توصل عند الأوراق. طيب بعد ما الأوراق عملت بناء ضوئي فطلعت لنا الجلوكوز، فهي دلوقتي محتاجة توزع الجلوكوز توديه على باقي أجزاء النبات كلها لحد ما يوصل جزء منه لحد الجذر. ده مين اللي هيقوم بالدور ده؟ أوعية تانية غير الخشب اسمها أوعية اللحاء. يبقى أوعية اللحاء هي اللي هتنقل الجلوكوز من الأوراق لباقي أجزاء النبات. فخلال عملية البناء الضوئي دي احنا قلنا قبل كده النبات بيحتاج لثلاث حاجات: ضوء الشمس، ثاني أكسيد الكربون، والمية والعناصر الغذائية من التربة. طيب بعد كده بيطلع الجلوكوز، والجلوكوز ده يعتبر مادة كيميائية. فممكن هنا يجي يقول لي سؤال فأكمل، يجي يقول لي خلال عملية البناء الضوئي تتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة نقط، تتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية. غير الجلوكوز اللي بيطلع مع عملية البناء الضوئي، النبات برضو بيطلع لنا غاز الأكسجين ومعاه بخار الماء، ودي تعتبر بالنسبة له نواتج ثانوية. طب في الإنسان بقى، هل احنا عندنا برضو أوعية هتنقل لنا الأكل وهتنقل لنا المية زي النبات؟ عندنا، بس ده حاجة اسمها الجهاز الدوري. الجهاز الدوري زي ما احنا شايفينه كده، ده متوصل بكل حتة في جسمك، عشان الأكل اللي انت هتاكله والأكسجين اللي هنتنفسه لازم يوصل لكل جزء عندك في الجسم. يبقى الجهاز الدوري ده مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن نقل الغذاء والأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم. طيب هيتركب من ايه؟ بيتركب من القلب زي ما احنا شايفينه كده في الصورة. القلب ده وظيفته ان هو بيضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم. طب القلب ده من جواه بيتكون من ايه؟ بيبقى من جوه متكون من 4 حجرات، اللي فوق زي ما احنا شايفينهم دول اسمهم الأذينان، والحجرتين اللي تحت اسمهم البطينان. يبقى في 4 حجرات، أذينان وبطينان. يبقى ده كده أول جزء في الجهاز الدوري. تاني جزء بقى اسمه الأوعية الدموية. القلب أول حاجة ضخلنا الدم. الدم ده هيمشي ازاي؟ هيمشي جوه الأنابيب اللي احنا شايفينها دي اسمها أوعية دموية. والأوعية الدموية دي بتتقسم لثلاث حاجات. أول حاجة فيهم اسمها الشرايين. الشرايين دي بتعمل إيه؟ دي بتنقل الدم المحمل بالأكسجين، ودي بتخرج من القلب وتروح عند جميع أجزاء الجسم. رقم 2 الأوردة. والأوردة دي هتعمل عكس اللي عملته الشرايين، هتنقل الدم بس المرة دي محمل بثاني أكسيد الكربون من الجسم وهتوديهم عند القلب. وتالت جزء في الأوعية الدموية اسمه شعيرات دموية. شعيرات دموية دي الشرايين بتمشي وبعد كده بتيجي تتفرع لأجزاء صغيرة خالص بنسميها شعيرات دموية. طب الدم وهو ماشي جوه الأوعية الدموية دي هل بيفضل رايح جاي؟ لا، الدم هنا بيمشي في اتجاه واحد بس،
يعني الشرايين ماشي في اتجاه واحد من القلب للجسم ما بيرجعش تاني، الأوردة ماشي في اتجاه واحد من الجسم للقلب. كده ده جهاز النقل في الإنسان وفي النبات. يبقى جهاز النقل في النبات حاجتين، خشب ولوحاء. وجهاز النقل في الإنسان بنقول عليه جهاز دوري، اللي هو بيتكون من قلب، أوعية دموية، والدم. ثلاث حاجات هم القلب والأوعية الدموية والدم، وأخدنا كل واحد وظيفته فيها بيعمل إيه. طب نيجي بقى لحاجة تانية في النباتات. بنشوف كثيرة في نباتات عندها أزهار، هل الأزهار دي كلها ليها نفس الشكل والحجم واللون؟ بنبص دايما نلاقي الأزهار مختلفة، مختلفة في أشكالها، في أحجامها، في ألوانها، في كل حاجة. طيب الزهرة دي وظيفتها إيه في النبات؟ الزهرة دي بنعتبرها هي عضو التكاثر في النبات. يعني إيه عضو التكاثر؟ يعني هي الجزء المسؤول إن هو يطلع منه نبات جديد. زي مثلا إحنا عندنا مثلا شجرة التفاح، التفاحية دي قبل ما بتطلع بتكون عبارة عن زهرة. طيب شجرة الفراولة، الفراولة دي قبل ما بتطلع بتكون عبارة عن زهرة. فبنقول إن الزهرة هي عضو التكاثر في معظم النباتات. ليه قلنا معظم النباتات؟ لأن مش كل النباتات عندها أزهار. النبات اللي ما عندوش أزهار بيتكاثر عن طريق حاجة تانية، زي الجراثيم بقى، ممكن نقطع حتة من الجذر، نقطع حتة من الساق، وهكذا. لكن النباتات اللي عندها أزهار بتكون الزهرة دي هي عضو التكاثر المسؤولة عن إنتاج نباتات جديدة. وبكده نقدر نعرف عملية التكاثر في النبات إن هي عملية إنتاج نبات جديد من نفس النوع. يبقى التكاثر هو عملية إنتاج نبات جديد من نفس النوع. طيب دايما لما بنيجي نبص في الزهرة كده، ساعات بنلاقي في وسطها كده زي أجزاء داكنة كده، اللي هي اللي احنا شايفينها في الوردة اللي قدامنا دي. الأجزاء دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بذور. يبقى البذور هي عبارة عن أجزاء داكنة في وسط الزهرة. طيب البذرة دي لو وقعت على تربة مناسبة ونزل عليها شوية مية، وبعد كده البذرة دي هيحصل لها ايه؟ لو توفرت لها الظروف المناسبة دي هتبدأ البذرة تكبر، وهي كمان هتكون نبات جديد. ده بيجي لي دايما سؤال، ماذا يحدث إذا توفرت الظروف المناسبة للبذور؟ أقول له تنمو وتكون نبات جديد. كده نكون خلصنا الدرس ده، هو درس سهل جدا وجميل. وزي ما تعودنا بقى نبدأ نحل الأسئلة بتاعتنا. أول سؤال معايا بيقول لي أكمل، تتكاثر النباتات عن طريق، إحنا لسه قايلينها حالا آخر حاجة، عن طريق الأزهار. رقم 2، تتحول الطاقة الضوئية للشمس إلى طاقة، لسه قايلينها برضو في الشرح، ضوء الشمس يتحول إلى طاقة كيميائية اللي هو عبارة عن الجلوكوز اللي النبات هيكونه. رقم 3، تستخدم خلايا النبات نقط كمصدر للطاقة لكي تبقى على قيد الحياة. النبات هيستخدم إيه عشان يبقى طاقة بالنسبة له؟ هيستخدم الجلوكوز اللي هو الغذاء اللي عمله. 4، تنقل نقط الدم من القلب إلى جميع أجزاء الجسم. الأوعية الدموية اللي كانت خارجة من القلب كان اسمها شرايين، يبقى هقول له هنا الشرايين. رقم 5، يحتاج النبات إلى طاقة نقط لصنع غذائه. النبات طبعا عشان يعمل أكله فهو محتاج إلى طاقة ضوئية. نشوف بقى السؤال التاني، بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. 1، نظام النقل في الإنسان بيسمى الجهاز الدوري زي ما احنا لسه أخدينه. يمتص النبات غاز نقط أثناء عملية البناء الضوئي. يمتص يعني هياخد إيه، مش هيخرج إيه، هيمتص غاز ثاني أكسيد الكربون. رقم 3، بيقول لي ينتج عن عملية البناء الضوئي غاز. هينتج دي يعني هيخرج منها إيه؟ هيخرج منها غاز الأكسجين الذي تحتاجه الكائنات الحية في عملية التنفس. رقم 4، يعتبر نقط من أعضاء الجهاز الدوري. جهاز دوري اللي هو موجود في الإنسان، إحنا لسه قايلين اللي كان بيضخ الدم هو القلب، يبقى أقول له يعتبر القلب من أعضاء الجهاز الدوري. السؤال رقم 5، يتكون القلب من، ها اللي فاكر، 4 حجرات. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ضع علامة صح أو خطأ. رقم 1، تتشابه الشرايين والأوردة في جسم الإنسان مع أوعية الخشب واللحاء في نقل الماء والغذاء. طبعا صح، وده كان موضوع الدرس بتاعنا. رقم 2، بيقول لي يمد سكر الجلوكوز النبات بالطاقة اللازمة للنمو والبقاء. طبعا صح، النبات بياخد طاقته من الجلوكوز.
ثلاثة، يتحرك الدم في الشرايين والأوردة في اتجاه واحد. إجابة برضو صحيحة، قلنا الدم جوه الشرايين ماشي في اتجاه واحد من القلب للجسم، والأوردة عكسها من الجسم للقلب. رقم 4، لا تحدث تحولات للطاقة في عملية البناء الضوئي، ودي إجابة خاطئة، لأن بيحصل تحول للطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية. السؤال الرابع بيقول لي ما المقصود بكل من، يعني عايزني أكتب تعريف. التكاثر في النبات، قلنا كلمة تكاثر هي عملية إنتاج نبات جديد من نفس النوع. رقم 2، الشرايين في جسم الإنسان، قلنا الشرايين دي عبارة عن أوعية دموية تخرج من القلب إلى باقي أجزاء الجسم، ويكون فيها الدم محمل بإيه؟ محمل بالأكسجين، يبقى هي أوعية دموية تخرج من القلب إلى جميع أجزاء الجسم. السؤال الأخير بيقول لي رتب أجزاء النبات حسب صعود المية، الساق، الورقة، الجذر. أول مكان هتروح فيه المية هو الجذر، بعدها المية هتطلع عند الساق، وآخر حاجة خالص هتوصل عند الورقة. وكده نكون خلصنا أسئلتنا النهاردة، يا رب يكون الدرس سهل وخفيف وتكونوا حليته معايا كده بالراحة. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واستناكم إن شاء الله المرة الجاية. كانت معاكم ميس دعاء السوق.